السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج حديث الساحل. في حلقة هذا اليوم موضوعات متنوعة وفي مختلف المستويات. هذا الأسبوع أو الأسبوع الأيام التي مضت كانت حافلة بالأحداث على مختلف المستويات. سأبدأ في حلقة هذا اليوم بالحديث عن قرارات في مجلس القضاء والسلطة القضائية. مجلس القيادة الرئاسي يواصل ترتيبات أو إعادة ترتيب مؤسسات الدولة وسلطاتها بما يحقق مزيد من الاستقرار، وأيضا جمع شتات اليمنيين في المناطق المحررة بمزيد من العمل ومزيد من الجهد. مؤخرا مجلس القضاء اجتمع أو عقد أول جلساته أو أولى جلساته بعد صدور قرار رئيس مجلس القيادة بإعادة تشكيل مجلس القضاء والقرارات المتعلقة بالسلطة القضائية عموما، سواء في عضوية مجلس القضاء ورئاسة مجلس القضاء أو المحكمة العليا، وكانت قرارات لافتة للاهتمام وفي الطريق الصحيح حسب عدد كبير من المهتمين والمراقبين. لتفاصيل المشهد اليمني في هذا الجانب، استقلال القضاء، أكد الدكتور رشاد العليمي بأن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وهو أحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية وتعزيز هيبة الدولة ومكافحة الفساد. هذه القرارات تأتي بعد اتخاذ قرارات سابقة في موضوع متعلق بترتيبات داخل الحكومة والتعديلات الوزارية بتعيين وزراء جدد في بعض الوزارات المهمة، وأيضا تعيين عدد من المحافظين كمحافظ أرخبيل سقطرى ومحافظ حضرموت، وتم الاستلام والتسليم على ما يرام، والأمور سارت بشكل طبيعي وبشكل جميل وبشكل مسؤول، ما يعني أننا نمضي في الطريق الصحيح. نتمنى للسلطة القضائية التوفيق في المهام الجديدة، وهي مهام أساسية في تحقيق العدل. عندما يتحقق العدل هذا يعزز من وجود الدولة ومن نجاحها في إدارة شؤون البلاد وشؤون الناس بالشكل الصحيح. أعزائي المشاهدين، ما رأيكم نروح لشبوة هذه المرة؟ الموضوع مهم، شهدت الأيام الماضية في هذا الأسبوع أحداث مؤسفة في محافظة شبوة. تدخل مجلس القيادة الرئاسي واتخذ عدد من القرارات الحاسمة في هذا الأمر. موضوع الحسم في إدارة شؤون الدولة في هذه المرحلة مهم، موضوع أن يتعاون كل الناس، المواطنين والمؤسسات المدنية والمجالس المحلية والسلطة المحلية وكل الفعاليات السياسية والحكومية، أن يتفاعل الناس ويتعاونوا من أجل أن تنجح قرارات مجلس القيادة الرئاسي، ومن أجل أن نعزز من دور هذا المجلس في قيادة الدولة وإدارتها على النحو الصحيح وفقا للظروف الراهنة. اللي حصل في شبوة أنه مجلس القيادة الرئاسي وفي اجتماع طارئ قرر إقالة كل من قائد محور عتق العميد العتيقي ومدير عام شرطة شبوة العميد عوض الدحبول وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد رب العكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد باعوم الخليفي. هذه القرارات جاءت بعد أن كان محافظ المحافظة الشيخ عوض الوزير اتخذ عدد من القرارات في إطار صلاحياته واختصاصاته وترتيبات داخل محافظة شبوة، ولكن يبدو أن بعض القوى السياسية مش عاجبها الترتيبات الأمنية والعسكرية وإدارة الدولة في هذه المرحلة بهذا الشكل، فذهبوا إلى اختلاق عدد من المشاكل والأحداث في محافظة شبوة. بناء عليها قام المحافظ شبوة بإصدار قرارات بإقالة قائد القوات الخاصة وقائد معسكر الشرطة في شبوة، وأكد على استمرار تكليف العميد أحمد ناصر لحول قائدا لقوات الأمن الخاصة في شبوة، واستمرار توقيف قائد اللواء الثاني دفاع شبوة على خلفية الاشتباكات اللي حصلت وسقط فيها قتيلين من منتسبي قوات الأمن الخاصة، وفي أيضا توجيه بمعالجة قضية القتيلين، بحيث كان لدى أولياء الدم خيارين عبر لجنة كلفها المحافظ بأنه إما يوافقوا على أن يكون هناك يعني تسلم الدولة دية للقتيلين ويتم
تثبيت رتب عسكرية لهما واعتبارهما شهيدين من شهداء الدولة والحكومة في إطار ترتيبات هذه القضية. إذا رفض أولياء الدم فلهم الحق في أن يحال ملف القضية إلى القضاء، معالجة حكيمة وجيدة. يبدو أنه يعني قرارات المحافظ أيضا وجهت بمعارضات بطابع سياسي وبأجندات يعني مشبوهة، مما يعني اضطر مجلس القضاء مجلس القيادة الرئاسي أن يتدخل بإصدار القرارات التي أشرنا إليها وأكد فيها على معظم القرارات التي اتخذها محافظة شبوة. كما قلت علينا أن ندعم دائما مثل هذه الإجراءات الصحيحة التي تؤكد على وجود الدولة وتعزز من هيبة الدولة، والإصلاحات مهمة جدا في مختلف الجوانب. وعلى بعض الأطراف السياسية أنه تذهب مع جميع اليمنيين في هذا الاتجاه ولا داعي لأي أجندات خاصة. في كل الأحوال نؤكد على الاستقرار وعلى أهمية تعزيز الأمن في محافظة شبوة وعلى أهمية ما يتخذه مجلس القيادة الرئاسي من قرارات في هذه المرحلة. من شبوة ونعود إلى الساحل لنتحرك معا مع قافلة إنسانية لدعم الأسر الأشد فقرا والنازحين في محافظة مأرب جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي تعاني منها كثير من الأسر هناك. ومأرب أيضا تستضيف مخيمات للنازحين بالآلاف. المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الخلية الإنسانية تحديدا في المقاومة الوطنية وبدعم مقدم من الهلال الأحمر الإماراتي كالمعتاد، سيرت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية قافلة كبيرة من المساعدات الإنسانية. الشيخ ذياب معيلي رئيس المكتب السياسي فرع محافظة مأرب أشار إلى أن هذه القافلة تضم 12 قاطرة، 10,000 سلة غذائية كاملة، تستهدف مساعدة 10,000 أسرة وفق مسوحات دقيقة تم تنفيذها في المحافظة وفي مدينة مأرب. التوزيع سوف يتم بالتنسيق والتعاون كما قال الشيخ ذياب بن معيلي، بالتعاون مع السلطات المحلية، بالتعاون مع الشخصيات الاجتماعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وهي طبعا الدفعة الأولى في سلسلة قوافل تنوي ربما الخلية الإنسانية والمقاومة الوطنية على أيضا تسيرها إلى محافظة مأرب وعدد من المحافظات لدعم ومساعدة وإغاثة المحتاجين هناك. شكرا للهلال الأحمر الإماراتي وتحية لجهود الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية. ودعونا نستمع إلى مسؤول الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي بمحافظة مأرب يلقي الضوء على بعض التفاصيل حول هذه القافلة. استلمنا اليوم القافلة الغذائية الواصلة من الساحل الغربي، 10,000 سلة غذائية وسوف توزع على المحتاجين من أبناء المحافظة في جميع المديريات وبإشراف المكتب السياسي في المحافظة. ونشكر العميد طارق وقيادة المكتب السياسي في الساحل الغربي، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لهذا العمل الإنساني اللي ولفته الكريمة من القيادة في الساحل الغربي ومن دولة الإمارات العربية المتحدة. ونشكر الجميع وكل من تعاون في وصول هذه القافلة إلى هنا، وبإذن الله تعالى سوف توصل جميع المديريات وكل أبناء المحافظة النازحين والمحتاجين. مشاهدينا الكرام، موضوعنا التالي حول الكهرباء في مدينة المخا. تتذكروا قبل فترة وفي هذا البرنامج كنا تابعنا وغطينا عبر فريقنا الميداني تفاصيل استعدادات تزويد مدينة المخا بالكهرباء ووصول المحطات والمولدات الكهربائية، والجهود في هذا الجانب كانت مستمرة منذ ذلك الحين بتوجيهات من العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي قائد المقاومة الوطنية. اليوم هناك حدث تاريخي بكل المعاني بالنسبة لمدينة المخا. الأسبوع الماضي غطينا في هذا البرنامج في حلقة خاصة
في حلقتنا في الأسبوع الماضي غطينا ترتيبات والاستعدادات النهائية لصيانة الشبكة الكهربائية في مدينة المخا استعدادا لتشغيل المحطات أو المولدات الجديدة. هذا الأسبوع تم تشغيل المولدات والمحطات الجديدة وأصبح أبناء المخا يعني يعيشون حالة من الفرح بوصول هذه الخدمة. هذه الخدمة وبحرص شديد من العميد طارق صالح حقيقة ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك دعم من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية حصل أبناء المخا على هذه الخدمة التي انتظروها طويلا وكاد البعض أن ييأس من أنه تكون في كهرباء موجودة في المخا. اليوم في كهرباء، الكيلو وات سعرها بستين ريال إلى أول شريحة اللي هي 200 كيلو ومن ثم يرتفع السعر إلى 90 وهكذا بمعنى شرائح، إنما إلى 200 كيلو سعر الكيلو بستين ريال للمواطنين. في مناطق سيطرة الحوثيين الذين نهبوا مولدات الدولة وحولوها إلى تجار يشتغلوا عبرها ويشغلوها ويبيعوا كهرباء للناس بيبيعوها من 500 ريال ومن 600 ريال، ومش بس في صنعاء، بس حتى في مدينة الحديدة اللي هي منطقة حارة وتحتاج في الصيف إلى كهرباء والناس هناك أهلنا وأبناء الحديدة يعانوا معاناة كبيرة، ومع ذلك الحوثي يبيع الكهرباء من 500 إلى 600 ريال للكيلو وات الواحد. الاستقرار ثماره رائعة منها هذه الخدمة التي وصلت للناس في المخا. دعونا نستمع إلى بعض التفاصيل في هذه اللقاءات التي أجراها الزملاء في فريق البرنامج في مدينة المخا. اليوم تم تدشين توصيل الكهرباء للمنازل في مدينة المخا، وهذا المشروع تم طال انتظاره فترة طويلة، لكن اليوم بدأ التنفيذ مباشر في عملية الإيصال الكهرباء، وأنا أعتقد أنها خطوة ممتازة ومنطقة بحاجة إلى تيار كهربائي، وخاصة لاحتياجات الناس فيما يتصل بدرجة الحرارة باحتياجاتهم المنزلية وخلافه، وهذا عمل مشروع. اليوم نحن ندشن وبأسعار زهيدة تغطي فقط النفقات التشغيلية للطاقم الإداري، وهذا دعم منا كسلطة محلية ومقاومة وطنية للمواطنين لسبيل التخفيف من معاناة المواطنين. هذا كان تحدي وتحدي كبير، والحمد لله بفضل تعاون الجميع والخيرين تم الإنجاز. اليوم دشنا بداية تشغيل الكهرباء لمدينة المخا، وبدينا بمربعات مربع المدينة والعمودي والشاذلي وحارة النور، والآن الكهرباء والع إلى المنازل، والعمل قاري برضه في استكمال يعني بقية المنازل الذي راغبين بالكهرباء. إلى هنا مشاهدينا الكرام أتوقف مع فاصل ثم نعود لاستكمال موضوعاتنا في حلقة هذا الأسبوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. من موضوعاتنا في حلقة حديث الساحل لهذا الأسبوع نتحدث عن التنمية دائما، ونتحدث عن ثمار الاستقرار. في هذا الأسبوع تم افتتاح أكبر فندق سياحي في الساحل الغربي، 4 نجوم بمواصفات عالية، مواصفات رائعة تدل على أنه ثمار التنمية مهمة، ثمار الاستقرار مهمة، كلها تصب في مصلحة الناس، والسياحة تشتغل والأمن مستتب وفرص العمل أيضا مزيد من فرص العمل متاح، الكهرباء في المخا أصبحت أيضا متاحة والحمد لله. كل هذه التفاصيل، كل هذا النشاط، كل هذه الأجواء هي ثمار للاستقرار في المناطق المحررة وتحديدا في الساحل الغربي، وهي ثمار أيضا لدعم الأشقاء
وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكل الأشقاء الذين يدعمون اليمن والمحافظات المحررة في هذه الفترة. نحن لا نروج أو نعلن عن منتج تجاري، لكننا نروج لثمار السياحة، لثمار الاستقرار، لثمار الأمن في الساحل الغربي. فريق البرنامج رصد عدد من التصريحات تقدم تفاصيل حول افتتاح هذا المشروع السياحي الكبير في الساحل الغربي. بصراحة هذا الفندق يحمل مواصفات عالية ويدل على شيء يدل على أن المنطقة في استقرار. نحن كقيادة وزارة الثقافة والإعلام والثقافة والسياحة مثلا مع الوزير نبارك هذا العمل ونتمنى للمستثمرين اللي هو الأستاذ فهد باقطبي والأستاذ محسن الوائلي كل التوفيق والنجاح، وندعو رجال المال والأعمال للاستثمار القاد، لأن المنطقة واعدة ومهيئة، ومدينة المخا يعني من المدن الساحلية الممتازة جدا. نحن أتينا إلى محافظة تعز الساحل الغربي تحديدا مديرية المخا، واخترنا الاستثمار فيها لما وجدنا من تشجيع من السلطة المحلية في المحافظة وقيادة المقاومة ممثلة بالعميد الركن طارق محمد عبد الصالح، ووجدنا من هنا تسهيل في الاستثمار وتشجيع ودعم، فاخترنا هذه المنطقة من أجل ذلك. الفندق الواحد يتكون من 5 أدوار، وكل دور يتكون من 15 غرفة و12 جناح، تقريبا الإجمالي حوالي 140 غرفة و 40 جناح. احنا حقيقة هذا الفندق يعني وضعناه بمواصفات 4 نجوم، مواصفات يعني عالمية ودولية. نبارك لكل القائمين على هذا المشروع من المستثمرين والسلطة المحلية ومحافظة تعز ومكتب السياحة. هذا الافتتاح مما لا شك فيه يأتي هذا الافتتاح في إطار امتداد طبيعي للاستقرار والتوسع الذي حاصل في مدينة المخا، والذي يتمثل في توسعة وتعميق الميناء وكذلك افتتاح المطار إن شاء الله. كان من الطبيعي في ظل الاستقرار الأمني والتنموي التي تعيشه مديرية المخا أن تكون هناك استثمارات وأن تقبل كثير من المستثمرين إلى المخا حتى يقيموا مشاريعهم، وكانت الأبراج هذه جزء من هذه المشاريع. إننا اليوم نشعر كغرفة تجارية في المخا واتحاد تجار المخا بالفخر والاعتزاز بافتتاح مشروع حيوي هام ومشروع جذاب في مدينة المخا، وهو مشروع افتتاح فندق جولدن ستار 4 نجوم، وهذا يعد مفخرة لكل أبناء المخا ولكل أبناء الساحل الغربي، ونشجع كل رجال الأعمال بالاستثمار في مدينة المخا لما تمتع به من بيئة جاذبة للاستثمار ولما تمتع به من الأمن والأمان والاستقرار أكثر من بقية مديريات الجمهورية، وهذا يعود بفضل الله سبحانه وتعالى ثم للعميد الركن طارق بن عبد الله صالح. مشاهدينا الكرام، المخا في الأسبوع الماضي كانت ورشة عمل لعدد من الأنشطة، كان من ضمن هذه الأنشطة زيارة لوكيل محافظة تعز لشؤون الساحل وأيضا لوكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة. زاروا الساحل، شاركوا زي ما شفنا أيضا قبل قليل في افتتاح المشروع السياحي الكبير فندق جولدن ستار، وأيضا شاركوا في عدد من الزيارات، ذهبوا إلى مدينة إلى مستشفى 2 ديسمبر، هذا الصرح الطبي الكبير في مدينة المخا الذي يقدم خدماته لكل الناس في الساحل الغربي على أعلى مستوى، وأيضا زاروا مدينة 2 ديسمبر وأدوا صلاة الجمعة في جامع الشهيد محمد عبد الله صالح، وبالتالي كانت هذه الزيارة متنوعة، شاهدوا فيها إلى أي مدى المخا تتطور والتنمية فيها شغالة على قدم وساق، ولمسوا الكثير من البقع المضيئة في الساحل الغربي في هذا الجانب. أيضا المخا كان فيها عدد من الأنشطة الموازية
في قطاع التربية، كان هناك اجتماع موسع لمديرية المخا ومديرية موزع لترتيبات مع الوكيل لترتيبات حول ما هي أولويات التنمية في الساحل الغربي وفي هذه المديريات، إضافة إلى اجتماع آخر لمدراء المدارس استعدادا لتدشين العام الدراسي الجديد. وفيما يتعلق بهذه الجزئية كان هناك ورشة عمل لعدد 22 معلما استعدادا أيضا لاستقبال وبدأ العام الدراسي بشكل صحيح في مديرية المخا. رصدنا بعض التفاصيل في اللقاءات التالية. احنا اليوم ندشن العام الدراسي 2022-2023 في مدارس مديرية المخا، وكان أول تدشين لقاء اليوم جمعنا بالإخوة مدراء المدارس والإخوة الموجهين والإخوة المفتشين والإخوة رؤساء الأقسام لاستعراض التعميم الوارد من وزارة التربية والتعليم الخاص بالتقويم المدرسي، وكذلك استعراض بعض الملاحظات وجوانب القصور التي رافقت العام الماضي والعمل على تجنبها في هذا العام، وإعادة ترتيب كل هذه الأوضاع من خلال الاستعداد الكامل والتهيئة المطلوبة لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارسنا. ناقشنا العديد من جوانب القصور التي كانت في العام السابق، وكذلك التوصيات التي لابد أن تكون موجودة وتنفذ أثناء هذا العام، ونأمل بإذن الله أن تكون جميع الأيدي متكاتفة مع بعضها البعض حتى ننهض بهذه البلد وتعود بلادنا كما كانت. والشكر موصول للقائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبد الله صالح الذي أسدى اهتمامه الكبير بمن يحمل القلم الذي هو السلاح في المدرسة، كما هناك سلاح داخل المعركة. سير العملية التعليمية والتربوية تمشي على قدم ووساق، وكما عهدنا سابقا في عهد الشهيد الزعيم الخالد علي عبد الله صالح باني نهضة اليمن، فكان هناك في استراتيجية التعليم الأساسي والتعليم الثانوي حتى أن جاء هذا الحوثي هذا العميل الإيراني وبدأ يفجر المدارس ويقفلها والجامعات وكذلك، إلا أن إعادة الأمل عادتنا من هنا من المخا من مدرسة الأنوار. نحن كبشر جميع هيكلنا أو شكلنا الخارجي متناسق متماثل، لكن الشخصيات تختلف من شخص لشخص، وهذا الشيء إحنا بنعاني في طلابنا. وعلى هذا الأساس قمنا بأداء الدورات التنشيطية، ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات لاستشعار أهمية دراسة المشكلات الصفية وكيفية علاجها ووضع الحلول للخروج بنتائج سليمة. مشاهدينا الكرام، هكذا بدأ لنا الساحل الغربي والملف في حديث الساحل لهذا الأسبوع. نتمنى أن نكون قد ألقينا الضوء على عدد من الموضوعات التي تهمكم ونالت استحسانكم، وسوف نلتقي بمشيئة الله تعالى على خير وعافية في الأسبوع القادم بموضوعات جديدة في برنامج حديث الساحل. تحيات كل زملائي في فريق العمل، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.